عندنا كلام كتير وعندنا اسئله كتيره، بس خليني في البدايه ابتدي مع حضرتك واعرف تقييمك لاداء الاهلي النهارده قدام امبي تحديدا. قيمت ازاي النهارده شغل بيتسو موسيماني وشغل لعيبه الاهلي قدام امبي؟ شوف، النادي الاهلي دخل عناصر النهارده زودت سرعه اللعب. نزل لويس ميكيسوني وعبد القادر والنهارده طبعا ديانج كان في فورمه كبيره جدا، وواضح ان هو يعني عايز فعمل مجهود كبير جدا. صلاح محسن لما نزل عمل شغل كبير جدا. لو نزل كمان عمار هيزود سرعه الاداء، وده اللي محتاجه النادي الاهلي. عشان كده النادي الاهلي النهارده لعب ايقاع اسرع كتير جدا من المباريات السابقه. ايوه طبعا المشكله اللي موجوده مشكله ضياع الفرص دي موجوده يعني في كل الاحوال يعني، ودي مشكله برضو صعبه جدا، لانه الاهداف طبعا بتحسم المباريات، وفي نفس الوقت الاهداف لما بتيجي بدري بتدي الفريق اريحيه في الاداء ويعمل عرض احسن. عشان كده برضو دي من ضمن المشاكل اللي النادي الاهلي، بالرغم ان هو يعني مسجل اهداف كتيره جدا في الدوري العام. طب من واقع خبرات حضرتك حلها ايه؟ يعني حل مشكله اهدار الفرص ديت ايه؟ يعني النهارده بيتسو موسيماني بيتكلم في المؤتمر الصحفي قال لك ده نفس اللي عملناه في ماتش الجيش، في ماتش الجيش 5 فرص ما سجلناش منهم، النهارده 4 فرص بنسجل منهم واحده فكسبنا. شوف اقول لك على حاجه، يعني احنا في التدريب دايما بتحط اللعيب في مرحلة من مراحل التدريب في صورة من صور المباراة. يعني ممكن اعمل تدريب مثلا بحط جول قدام على خط 18 مواجه للجول الاساسي للمرمى الاساسي، والعب مثلا 4-4 و5-5 والهدف الرئيسي هنا تسجيل. بس تسجيل في وجود خصوم، مش مجرد ان انا ابص اللعيب وهو بيجري وشوط. أيوه. ده تكنيكس ممكن مطلوب ان انا ده اعمله علشان يظبط تكنيكس. لكن التكنيكس اللي عندك بتاع التصويبه الفلانيه دي ازاي هستخدمه اثناء المباراه؟ اثناء اللعب بيبقى عندك اختيار من بدائل. يعني انت بتجي لك الكوره اباصي ولا شوط ولا اعمل دريبلينج، فبتختار الاختيار بتاعك ده مهاره من المهارات ناحيه تكتيكيه، ان انا اختار الاختيار الصحيح، ان انا جالي دي اشوطها فيرست تايم. طيب خدت الاختيار الصح، ارجع بقى الفيدباك في دماغي برضو. طيب الشوطه اللي هشوطها فيرست تايم دي بوش رجلي ولا بجنب رجلي ولا ببطن رجلي مثلا بوش رجلي، ارجع للتكنيكس بتاعها. ايوه فلازم انا احط اللعيب في حاله المباراه. فعشان كده دي المراحل الاولى بندربهم على الشوط في ظروف سهله، ونصعب هذه الظروف تدريجيا بحيث نوصل بيها في النهايه ان هو يتمرن على التسديد على المرمى او تسجيل في ظرف من ظروف اللعب في التدريب نفسه. مفهوم. بحيث يبقى في خصوم وفي زملاء وكذا، وهختار الاختيار الصح وازاي اعمل التكنيكس الصح فيرست تايم او كذا. وممكن ده بيبقى تدريب تخصصي للمهاجمين بالظبط، حتى اعمله في يعني مربع في داخل 18 داخل 18 اللي هي المنطقه اللي انا هلعب فيها. اللي هي المهاجم هيهاجم فيها كمان، يعني عشان يبقى مقترن في ذهنك الاتموسفير كله كامل، ان دي الجول وده اللي قدامك ودي 18 وهكذا. ايوه فدي مراحل، دي المرحله دي تساعدك بقى على ان لما يجي لك بقى الفرص اللي بيجي لك في المباراه هتكون مثلا فرص زي اللي انت حصلت لك. ممكن في تدريبات بقى للانفرادات اللي هي من مسافات بعيده. أيوة. وينفرد وبرضه بخصوم مقابلينه او جارين وراه او جنبه او كذا، احطه في مواقف مختلفه. بالظبط، بحيث ان هو يبقى عنده الامكانيه ياخد القرار الصح والتصويب والتكنيكس الصح في الوقت الصح وفي وجود منافسين بتخلص منهم احيانا، او هم بيشاركوني وانا بجري بعملها وهكذا. صحيح. فدي برضو بتطور في اللاعب، لانه لا يكفي ان انا امرنه على التصويب في التدريب بس. ما انا ممكن امرنه في التدريب ويشوط كويس، لكن لما يجي اثناء اللعب مختلف الوضع. قدامه خصم وعنده ضغط لا عايز اختار الاول. الاختيار الاول يعني هختار اشوط ولا ما اشوطش. القرار وبعدين بعدين لو اخدت قرار التصويب هشوط ايه، فيرست تايم ولا بتاع التوقيف، هشوط بالوش رجلي ولا بره رجلي، كل دي كالكوليشنز بيحسبها، وبعدين في الاخر بياخد التكنيكس الصح للقرار نفسه اللي هو واخده. صحيح. طيب